السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، اسعد الله هذا الوجه. من تاريخ 6 ديسمبر الى تاريخ 19 ديسمبر اكبر بطولة بالكرة الارضية، يعني ما قد صارت ابدا. اللعبة هذه مو محملينها مليون ولا مليونين ولا 10 مليون، مليار شخص محمل اللعبة هذه، يا ساتر يا الرقم. يعني انت يا عزيزي المشاهد اذا انت ما انت محمل اللعبة هذه راجع نفسك حبيبي. لعبة موبايل ليجند بانك بانك. كلكم تعرفون اللعبة يا جماعة الخير، تقدر تلعبها مع أخوياك 6 ضد 6، تقدر تلعبها لحالك، يعني ممتعة مرة، فيها شخصيات كثير، كل شخصية أقوى من الثانية، كل شخصية عندها خصيات أقوى من الثانية. أما هالمرة في بطولة بتصير بسنغافورة يا جماعة الخير. كم تتوقعون جوائزها؟ 800,000 دولار، اللي هي بطولة M3، وراح يكون فيها 16 فريق عالمي، ومنهم فريق JX سكواد. عاد الله الله، JX سكواد جماعة الخير فريق عربي، لازم نعزز العيالنا، نعزز لهم ونوقف معهم، واسأل الله العظيم ان تكون من نصيبهم يا رب. والبطولة راح تصير بكرة بتاريخ 9 ديسمبر الساعة 9 الصبح، ولازم نعزز لهم ونوقف معهم يا جماعة الخير. كلنا راح نتواجد بالبث بكرة بإذن الله، وفي أفريقيا قوية راح تكون من سنغافورة، من اندونيسيا، من ماليزيا، من شرق آسيا، جميع الأساطير مجتمعين وعيالنا قدها بإذن الله. راح تكون في جوائز بالبث، يوزعونها سكنات وأشياء طيبة وحلوة وجميلة. تقولي خلاص ما راح أضبطكم بالإعلان، في رابط بحط لكم بالوصف، في كودي رائد MLBB، اذا دخلت وحطيت الكود بنفس الطريقه اللي موجوده على الشاشه عزيزي المشاهد راح تاخذ جوائز، ومن سبق لبق، يعني اذا انت فعل زر التنبيه راح تفوز باذن الله. وبعدين تحط اي ديك او حسابك موبايل ليجند، الف مبروك عليك الجائزه. ما ودي اطول عليكم يا جماعه الخير، خليكم على المقطع. حياكم الله حبايب قلبي، قبل ما نبدا تنسى اللايك والاشتراك وفعلوا زر التنبيه، كود الايتم شوب الله يرضى عليكم R-A-2، يعني مو بصعب. اياد متحديني، طبعا اياد اللي اسمه الكاب الضايع، والله العظيم اني ما ادري وش الماب، قسما بالله ما دخلت ابدا، ابدخل الان معكم. طبعا المعروف لا يعرف، اياد هو اللي مسوي صميم الباركور للعيال كلهم، رابط قناة الحصون بالوصف، وبسم الله نبدا. يقول في رعب وكذا، بس انا يعني مستحيل اخاف، لكن يقول اتحداك تفوز. مهم جدا انك تركز وتقرا الكلام اللي بيطلع لك بالشاشه. الله يستر الله يستر، والله اني ماني مرتاح شوي، بس نقول بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم من الايام كان هنالك شخص يدعى برايد، زكان يعشق الكاب لدرجه الجنون، زكان. ولكن بعد فتره من الزمن جاءوا العديد من ستريم سنايب، أبرد وجيهكم يا ستريم سنايب، قاموا بأخذ الكاب الخاص برايد دون علمه. يا ويلي من وينكم، والله ما حد يأخذ مني والله، وأنا ولد مشواح. ووضعوه في مكان مليء بالأرواح والجن والعفاريت لكي ينظروا إليه بدون كاب. ولكن رايد لم يستسلم وقرر الذهاب إلى المكان ليسترجع الكاب. يعني أنا جاي أخذ كابي، من قالكم تأخذون الكاب حقي يا بردين الوجه؟ أنا أوريكم. يمه هي خفت خفت يا يعني رب الكعبة اني خفت صدق. كاب رايد يا المكان كئيب يخوف، قسم بالله العظيم انه يخوف رب الكعبة. طبعا اول مرة العب ماوس كيبورد، عياتر ما اعرف وما ادري ايش فيه ما يركض. رايد الجن بانتظارك. يمه يا عيال ما اقدر اركض، ليش؟ يمه ورب الكعبة اني خفت، قسم بالله العظيم اني خفت. دقيقة يا عيال دقيقة، في هواء. قراءة الكتاب. يمه يمه وش ذاك كثير؟ مذكرة زائر، لقد دخلت هذا المنزل وقمت باستكشاف العديد من الأشياء، لقد لاحظت أن الأرواح بهذا البيت تحب التحدي، وهذا يعني أنك إذا انحبست في مكان ما أو تريد الدخول في مكان ما فلن يمكنك هذا إلا بعد أن تجتاز تحدي معين. تجتاز تحدي معين قاموا بتدبيره أو لغز معين تبا لهم. هذه الروح التي بجانبك إنها تريد 3 عينات من أطفالها الثلاثة، إنهم نفس هيئتها لكن بحجم أصغر، فقط ابحث عنهم وخذ العينات منهم. الله أكبر الله أكبر، بسم الله يا أخي رايد في نور. الله أكبر، هذا واحد، الحمد لله رب العالمين، بسم الله أكبر. أيوة هذا واحد، اللهم لك الحمد يا بوي. إيزي، وش الماب الإيزي ذا؟ تعال بس تعال يا بابا نويل. يا ويلي ما ارتحت، ما بغيت، بديت مرتاح، بديت مرتاح يا عيال، بديت مرتاح. احسن المكان بعيد،
اسمع كان في شيء بيجيني هنا، في شيء بيجيني هنا بسرعه ثان ساتر. انا اكيد بسم الله اطلع. ايوه لا يما 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 ورب الكعبه النهي. دخ 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 ماكس لا ماكس لا رايد ماكس لا رايد انت رجال ما تخاف فورتنايت خوفك سلامات بسم الله. يلا يخرب بيتك يا الهرش يخرب بيت القهر تسليم طيب هنا وش يقول اف طيب انزل تحت حلو والله اكبر ايه وش ذا هم طيب احتاج اروح تحت واشوف شو السالفة احتاج اجمع 3 قنابل اتوقع عشان افجر الباب هذا انا اللي اسولف اقول احتاج اها كيف ايش قال قنابل عيال ايوه اوه مؤشر لي عليها يا عيال دائما مؤشر لي قاعد يعلمني كيف في شيء مو حلو هذا هو ممتاز يا سلام يا سلام الا انا امورنا طيبه يا جماعه الخير امورنا طيبه بسم الله يما اسمع صوته رب الكابني اسمع صوته صوت عالي جدا الصوت عالي جدا 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 عالي جدا عالي رايد عيب انت رجال يا جماعة الخير انا ادري انه هذا يمكن ما يخوفكم انتم لكن رب الذي رفع السماء ان الصوت عالي مرة مرة عالي عندي يمكن 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 يخرب التصوير بقصر الصوت مرة عالي عندي ورب الكعبة عالي يخوف الصوت يخوف يخرب بيتك يا ابو شنب يا ابو ريحة استغفر الله العظيم طيب بسم الله اوه كبيرة يما وين كابي يا برديل الوجه انا برد وجه والله انا برد وجه معليش يا رب بسم الله يا رب حد يطلع لي لا حد يطلع حد يطلع وجهي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله اللي يوفقك يا رب يا رب من هو هذا من هو من هو هذا من هو من انت لي لي لا 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 تنفس لا تنفس الله يوفقك لا تنفس الله يوفقك لا تنفس هنا ارقص يقول ارقص يقول ارقص بسم الله ارقص لا لا هذه 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 هي اسلم ادبك ارقص شو هذا خير قسم بالله السداد رب ليكون هذا يطلع الزومبي ما حبيته يا عيال يا مال الريحه وش تبي انت بعد اتريس هلا والله تقابلنا مره ثانيه يا ابو وجه ضيق ايش اهنيك على ام الصمله ايش يا اخي لا ترسل انت يا اخي مشكلتك انك طحت بين يدين بيدين لاني ما مشيك بسهوله ما بخليك تاخذ كابك بسهوله المهم في مدفع فوقي والمدفع هذا يحتاج بطاريتين عشان يفجر المجسم البنفسجي جيب البطاريتين بخبرتك يا بوج مثلث يا ولد هذا قاعد يحشر يا جماعة الخير تدرون يا جماعة الخير رياد والله عظيم وجهه مثلث كنا دوريتوس بطاطس دوريتوس والله دقيقة كيف أجيب الجسمة نفس الوقت مثل الساعة نفس الوقت مثل الساعة مسوي كذا يعني الساعة 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 3:09 كذا 3:09 3:09 يا رب نصحت خيصة وضعك ضحك خطأ في ساعة قدام يمكن أحس في ساعة يا عيال بس وينها يا بوريا وجهك شوف وجهك صغير تقول كذا يا الفطر هنا الساعة صح هذه الساعة هذه الساعة يا عيال يس تحت الساعة يقول تحت الساعة تحت الساعة اللي هي 0325 صح؟ 0325 0325 نفس الوقت مثل الساعة نفس الوقت مثل الساعة يعني 0325 صح؟ 0325 يس حط البطارية في المولد في المولد في المولد وين المولد وين المولد المولد الكهربائي وينه
أنا عندي صغير. أسأل إيراد، أسأل إيراد، أسأل إيراد، أسأل إيراد. بسم الله بسم الله، نحمد ربي بسم الله. شد حيلك يا ابو وجه ضيق، والله لا اعطيك كف قسم بالله يا ابو وجه. صح اللهم صبرك عشان والله عشان الكاب ورب الكاب، عشان الكاب قسم بالله انا اوريك. قال واحده ثانيه الحين صح؟ اي ورا هنا. لا لا والله والله كثير، والله كثير، والله العظيم اني كثير، والله العظيم اني انا يلا نجحت برياضيات قسم بالله العظيم ما اقدر كثير والله انا كثير يا رب. سياره تساوي خمسه، يعني السياره بخمسه. يب فتح يس بسم الله. بعطيك كف والله خير. البطارية وراي بس ما بخليك تخش، جيب لي أربع أوراق من مدخل. الله بعطيك من وين تجيب لك أربع أوراق الحين يا أبو ريحة؟ أي والله هذه ورقة، تكفى ورقة ثانية يا علك. تكفى تكفى موتوا بسرعة تكفون. ولد هذا ديود، انت ليه ما تسوي قسم عده؟ ليه ما تسوي قسم عده؟ لو انك نحيم كان صرت سريع. يو الصوت لا يكون داخل البيت. اي والله انه داخل، اي والله يا ابو ريحه هذلف. الحمد لله يا اخي يقهر، اقسم بالله يقهر وجهه. يلا يا ابو ريحه جيت الحين، يلا يعطيك العافيه على الاوراق. اتدري ايش بسوي فيهم؟ بحاول ارسم وجهك المثلث بدون كاب. يد زاحف ذا، زاحف ابو ريحه. خرب بيت القهر. حط بطريق المولد. الله تفجير مجسم باتمان. تشهد حيلك يا ابو جري، انا اوريك يا ابو ريحه اذلف بس. ايش قاعد يصير؟ لا 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 ما تقلب علي كذا. ليه ما يموتون ذولا؟ لا لا تكفون، تكفى 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 لا تكفى لا 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 مصيبة مصيبة. رب الكعبة أبو وجه مثلث يحسب إنه بياخذ الكعبة بسهولة. وش صار طيب؟ قاعد أنقص قاعد أنقص قاعد أنقص بموت. آخ آخ القهر قهرني ورب الكعبة يا عيال. انحد قسما بالله العظيم إني ما أدري، حدني على جزء ثاني الحين يقول لي الجزء الثاني تكمله. وعدنا بإذن الله يا جماعة الخير الجزء الثاني، لنقول لكم أدان إلى اللقاء في مقطع آخر من برنامج ميكم. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأيتوا يا جماعة؟